القاضية. وين القاضي؟ وين القاضي؟ أنا نسأل فيك. وأنا وأنا نجاوب فيك، وين القاضية؟ خلاو فيها قضية؟ ها؟ هذا قبل شقال فتر نلقاو التونسي مروح بساك تبدا فيها كل شيء. توا التونسي يتفرج. يروح شوية خبز كان طارت. وين القضية؟ ونقولها ونعاودها، مشات مع بن علي القضية. ما شريت شيء. أنا نتفرج. كل الخيرات موجودة. هاي. وكل الرخص موجود زادة. اللي كنا ناخذوا فيه برخص الأسوام هكا ولينا نسلموا عليه، نقدموا له التحية ويسلم علينا. طمسن 2600. لا معقول برشا. ما عرفش بنتي أنت كان خلطت على الطمسن قبل بقداش ولا قوفة كنا نعبيه ب 5000. كان الخير وكانت البركة. مهرود فيها كان الزوالي هون ومن الآخر جماعة العباد شوف في البانان يشوفوا في البانان وما يشروش، يشوفوا برك ما يشروش، شوفوا بركة العباد غلا المعيشة يا اخوان. صورت محوطة قلت لي وروح. صورت محوطة الكيلو ب 30 دينار ما شني الشيخ وصاحب. ولا طيرت مر طيرت بيبر طيرت سلم ودي مريت على روحي روحت ولا من مرشد سيدي حسين. تقريبا ساعة قبل شقال الفترة وانت ياك ماكش شاري شيء. ليه قبيليك تو نعم في دور نلقاش خبز حاجة فهمت خفيفة قهوة ما خذيت قبيليك. عندي حكيت ساعة التالي. لاباس معنا. هنا؟ السيد ما عندوش قف، كيفاش تسألوا على قفة المواطن وهو بلاش قف؟ اه ما فهمش لا قف ولا ساشي، لا تعبي لا قف ولا تعبي ساشي يا خويا. شريت فريز؟ فريز ولا ما بالاسم هكا وليت نسمع بيه اسمع أنا الفريز. الفريز والبانان والحكايات هذيا ما فماش. عبيد تخرج 20,000 ياخو بكو دخان وقهوة وطوفة. ملي تنحت من 10,000 تنحى منها راس برخيبة مشيت برشلونة. شنو الأجواء في رمضان في الزهروني لهنا؟ ما يبيه الحمد لله، نحمدو ربي ونشكرو بناتي، الحمد لله. كل شيء لاباس، كل شيء موجود. كل شيء موجود، الحمد لله يا رب. اللي عنده 10 يتعشى واللي عنده 5 يتعشى، يق على قد فلساته يتعشى. هاك ولا؟ قفة لاباس أهم حاجة. الحمد لله يا بنتي، عندي 10,000 نقضي ب 10,000. عندي 5,000 نقضي ب 5,000. الرزاق شكون؟ ربي يرزقنا يا بنت، الحمد لله نحمدو ربي ونشكروه. يبعد علينا المرض برك. باهي الحمد لله يا ربي ان شاء الله. فما برشا توانسه يقول لك الديسير نغزروا له بعينينا، الحوت ما عدناش قادرين عليه، القفه غالي علينا. ما نقدرش انا الحوت الغالي ما نشريش. واش لازم علي؟ ما نقولش انا ما شريتوش، ليه الحمد لله. ناخذ حاجه نقدر عليه. عندي 10,000 ناخذ ب 10,000. علاه ناخذ انا ب 25 وب 30؟ ناخذ شويه اللي ريتي الحاجه. انت وفليساتك انت شنو تعرفي تتصرفي؟ تعرفي تشري. باش تاخذ تخزي حاجه كبيره تكبري عينيك بناتي يحبلك حبلها فلوس. عاد انا ماني ناخذ على قد فليساتي ونروح على روحي. هاك ولا يزي فيها البرك. اما في رمضان التونسي يتشهى. لا شيء وراس بناتي، ومش خاطر رمضان مش تعميك لا راهو هو. لا تاع صلاة وعبادة وتسبيح وذكر ربي سبحانه باش هو يرزقنا ويبعد علينا المرض. مش حكاية في الماكلة لا حتى شيء. ريتي الماكلة تو احنا في سور الأيام من غير رمضان. أنت صايمة ما تاكلش تاكل. علاش نحطوا في رمضان هاي الماكلة وهاي غالية وهاي غلة ودرشني؟ لا فماش منها الحكاية. تاع تنجمي تاخذ. عرفت واش تنجمي تاخذي نص طال فريز؟ علاش لازم عليك تاخذي طال أنت؟ خذي نص طال، خذي طال على قد فليسات. تنجم اسمي الزوالي نجم يعيش. باهي احنا عنا وقعدتنا وصغاري وما شاء الله عندي 28 سنة وعندي 5 صغار والحمد لله يا رب. ما نخدمش ناخذ في جراية المرحوم والحمد لله يا رب لك الحمد والشكر. نعرف كيفاش نتصرف فيها وامري واضحة. راني هزيت عندي 10,000 خذي شوية خبز مروح. شوف حاجة ما عجبتنيش ما نشريهاش ما نتشهيش على شختي. قداش الخبز؟ 500 الخبز في الدار. تصنع في الدار؟ اي في الدار بالطبيعة. زوجتك تصنع فيهم؟ بالطبيعة المرأة تصنع فيهم. فما إقبال توانسة على خبز الطابونة؟ والله لاباس لاباس، كل نهار وقسم. كل نهار وقسم. هذه خدمتك الرسمية؟ لا ماهيش خدمتي رسمية. عندي خدمتي أما نعاون في روحي بشوي خبز. صافا فما مصروف. لاباس كل نهار وقسم هوني كنت. توانسة يقول لك كل شيء غالي، حتى البنان، الفريز، التومسون، كل شيء. كان الزواولة يتشكاو من قفة رمضان وبالطبيعة
اما اللباس عليه واللي شادين الكراسي واحد مش يمشي هو للسوق ولا مش يكسر راسه، كل شيء شيء حاضر، التاولة يا اخي حاضر، كل شيء حاضر. كان الزوالي تاخا مسكين، ومشي انت يمشي لاي اي بلاصه في السوق في مكازان في كل شيء، تاخا كان الزوالي هو اللي يجري ويجري باش يجيب خوفة رمضان فهمتني، ويقضي الصغيرات فهمتني، كي يبدا عنده عشاء باهي يفرح يفرح هو صغيرات. وين الحكومه؟ وين المسؤولين؟ فماش تمشي تشكي يرجع غدوة ويرجع ما نعرفش كذا ما فهم شيء. الشعب هو فهمني الزوال يحس على صاحبه الزوال هو يهزوا بعضها. ريتيش تراه فهمني انت هاكي تخدمي في الاذاعه والتلفزه، ريتيش مسؤول هكا شاد كرسي كبير فهمتني وجا فهمتني ساهم. فما مراه وراه في دفعت 7 ملايين 320، مراه زواليه ما عندها حتى شيء. اشتغل يا اختي ما زوالي هو اللي حب المسؤولين يعطيونا 7 ملايين و800. لا لا ما قلتلكش المسؤولين يعطوك 7 ملايين و300، ما نحكي لك فماشي مسؤول كيف فهمني كادر كبير. حنا عزواولا حنا عزواولا فماش ما فماش اللي شادين الكراسي تو حاسين بالعباد الزواولا كيفاش يعلم به ربي يمشي يخرج الصباح من 5 نتاع الصباح باش يجيب 20000 باش يوكل بها صغار. هو ليه هو يروح يا اخي كل شيء في الدار موجود، يلقى كل شيء موجود. 20 دينار تاخذ له بنان وتمصن خذلوش بنان مسكين، اش باش تاخذ له بنان؟ يعجلوش ياخذ شويه دجاج وشويه خضره باش يروح بهم الصغار، هذاك يبقى يخزر له يشم شمان. قفة المواطن في حال حليل، الناس الكل تعبه وصدقيني، كل يخلص مليون، كل يخلص زوز، كل يخلص، وخلي ما يخلصش خلاص مسكين. عباد عايشه في الخساسه بشكل رهيب، بشكل رهيب، ضيقوا على الشعب التونسي، عايشونا في خساسه، تعبونا مرضونا وربي يتولاهم. هم يجروا على المناصب من المفروض باش يخدموا الشعب مش باش يخدموا رواحهم، باش يعبوا لرواحهم. من المفروض كي يشد مسؤوليه يتحاسب عليها قدام ربي. انا شديت مسؤول باش نفكر في غيري، مش شديت مسؤول بس فهمتي نعبي في جيبي. عبوا 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 ونهار اخر ربي ان شاء الله يحاسبكم على اموال الزواله واموال اليتامى واموال الفقراء. شريت القفه ولا لا؟ انا قفه شغال فتر. لا ما شريتش، ما شريتش قبة، شغال فتر تاع كل يوم وديما يمشي. شو شريت اليوم؟ شوية البنة ذاك للسحور هكاو. شو شغال فتر؟ شغال فتر ترى بشربه وكعبة بريك في قلب كاو 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 يزي بركات. فماش تصنيف؟ لا ما نصنفش في داري، أنا عمري ما نصنف، نعيش نورمال أنا في داري، عمري ما نصنف، ما نبذرش أنا الفلوس، ما نبذرش فلوس قد قد كي رمضان كي الفطار. راهو الصيام راهي بركه من عند ربي، راهي الصيام بركه من عند ربي، مش تبذر. فما عباد تبذر وخربقتها هذوكم داخل تو يلقاو رواحهم وين. الناس تشكي وتبكي من القفة التونسي اليوم غلات. لا قفة غلات هي تاع تونس، التونسي غلا ما عادش ينجم. انا من انا والمراه وزوج صغار نصرف 30000 راهو ما فيها شيء القفة، شيء ما فيها القفة 30000 ما فيها شيء القفة. مشينا 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 على الاخر. شنو اجواء رمضان في زهروني لهنا؟ شيخات بك نحيوا الكبر فيه.